السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي كويزين تيتيما. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه جد رائعه لتحضير البوشيار بطريقه جد بسيطه للمبتدئات، الناس اللي ما كينجحش ليهم. طريقه جد رائعه وسهله وسريعه بمكونات جد بسيطه. كيجي بسفنج، كيجي بهشيش ورطب، كيجي غزال بزاف كيف ما كتشوفوا، كيجي ممتاز وناجح من اول تجربه بالنسبه للسيدات اللي ما عمرهم جربوا الطريقه ديال البوشيار، فهو ناجح 100%. بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع الفيديو باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات غنحتاج هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، اي ما يعادل واحد جوج جبانيات ديال الفورص. غنضيف ليهم جبانيه ديال الفينو، اي رابعه، ما يعادل رابعه الفينو او الدقيق الاصفر. غنضع واحد الحفيره في الوسط وغنضيف ليها خماره من فئه 8 غرام. غنضيف لها معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، نضيف لها كذلك معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وغنضيف لها كذلك واحد معلقه صغيره ديال الملحه. هنا ماء دافي باش نعجن نجمع العجينه، وغنبدا نعجن فيها شويه بشويه من العجينه. السر ديال هذا البوشيار هو في العجينه ديالو، يعني العجينه كل ما كانت مدلوكه مزيان كل ما كيجيكم بوشيار زوين ومفشفش وناجح 100%. غنبدا نجمع العجينه شويه بشويه. في الاول كتكون العجينه قاصحه، وكنبقى نزيد الماء شويه بشويه وضروري العجينه ما تكون مدلوكه مزيان. فانا كيف ما كتشوفوا العجينه راه قاصحه، غنبدا نضيف الماء شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي كتكون جاريه شويه بحال ديال تقريبا بحال ديال الشفنج، وكتكون كتلصق في الايدين. كتشوفها كتبدا تطلق، فاش كنحصلو على هاد القوام كنحبسو من الماء. كيفما كتشوف راه كتكون جارية، ولكن ماشي جارية عاوتاني بزاف. المهم كتلصق في الإيدين. أندهن إيديا بشوية زيت باش تجمع ليا. هنا كيف ما كتشوف راه كتلصق في اليدين. باش تجمع لي غندهن يديا بشويه الزيت. الشكل هذا هنا فقط بغيت نشارك معكم واحد الطريقه كنديرها. كندهن كوكوت بالزيت وكنحط فيها العجينه، صراحه كتجي ممتازه من داكشي. فكيف ما كتشوفوا كنوضعها في كوكوت بحال هكا، كنوضعها من بعد ما كندهنها بشويه الزيت. تيقوني انكم الا درتوا هذه الطريقه انكم ديروا في كوكوت، تيقوني انكم غتشكروني على هذا البوشير بزاف بزاف بزاف. غادي تسدوا الكوكوت ديالكم وغديروا الصفاره، غنسدوا الكوكوت مزيان وغنديروا لها الصفاره، غنديروا لها الصفاره وغنخليوه حتى يضاعف الحجم ديالو. هذا باش نتلاقى معكم نكمل معكم الطريقه ديال التحضير كيفاش نحضروا البوشيار ديالنا. من بعد ما خليتها تقريبا واحد ساعه ديال المكانه، نحاول نخرج منها النفس. كتجي بحال العجينه ديال البغريض، كنحاول نخرج منها النفس بالشكل هذا، وكتجي ممتازه. جربوا هذه القضيه ديال الكوكوت، كتجي غزاله بزاف وكيجي يعني خامر مزيان وكيجي مفشفش. ديكم بالزيت باش تحكموا في العجينه. كما تشوفوا
هنجي باش نكور يعني نكورها معكم نشكلها. عندها نادي بالزيت ونحصل على ندير كويرات اولا خبيزات قد البطبوطات تقريبا. فمن بين الاسرار اللي كيخليو البوشيار زوين ومفشفش هما هاد الفقاعات اللي كيكونوا في العجينه كما كتشوفوا. ندهن بلاطو بالزيت ونوضعهم كيف ما كتشوفوا. من بعد ما شكلتهم كندهن لهم الوجه ديالهم شويه الزيت باش ما ديرش لكم ديك القشره قاصحه وغنقرصوهم مباشره. بالنسبه ليا هنايا الطريقه ديال التقراص فانا غنحتاج ورق ديال الزبده. بالنسبه ليا هذا الورق فكيبان لكم بحال هكا، انا ديجا درت عليه الباكيت كنمسحو وكنعاود نخدم به مره اخرى. هذه بالنسبه للطريقه الناس اللي اول مره كيديروا البوشيار اللي كيخافوا انه ما يتهزش ليهم او اللي يخسر ليهم. هذه طريقه جد سهله. نبدا ناخذ الاولى اللي خدمت معكم. قبل غناخذ هنا شويه الزيت وغندهن الورق ديال الزبده بحال هكا شويه. في هذه الاثناء انا دايره مقله كتسخن والبوشيار ديالي اولا الكريسات ديالي مغطيهم بكيس بلاستيكي باش ما يديرش لكم القشره الفوقانيه. انا دابا بحال هكا قرب لكم الكاميرا شويه وغنقرصو بالزيت. فالبوشيار ما كيجيش غليظ وما كيجيش رقيق بينه وبين. فكيف ما كتشوفوا انه من الاسرار اللي كيبان لك ان العجينه ناجحه او البوشيار غيجيكم ناجح هما الفقاعات اللي كيكونوا في الخبز. كناخذوا مقله بحال هكا كنرشوها بشويه الزيت وكناخذ ورق ديال الزبده وكنهزو وكنضغط بحال هكا وكنهزو بسهوله وكنرشها بشويه ديال الزيت. ما كنقلبوهاش حتى كلها كتنفخ وكدير دوك الفقاعات. هنا فاش كيتنفخ كله كنقلبوها وكنرشو الجناب بشويه الزيت. غادي نزولها دابا من المقله ونعاود نخدم معكم وحده اخرى. نفس الطريقه كندهن ايديا بالزيت كنعاود نحطها وكنقرصها فوق ورق ديال الزبده. كناخذ المقله وكندهنها بالزيت كل مره كنحيد وحده كندهنها بالزيت ضروري. فانا غنوريكم الطريقه باش تهزوها بلا ورق ديال الزبده. كتشدوا الورقه وكتقلبوها على ايديكم وكتحطوها مباشره في المقله. وما كنقلبوهاش حتى كطيب كلها وكتنفخ. كنديرها شويه ديال الزيت من الفوق كنقلبوها كنخليوها طيب من الجهه الاخرى بلا ما نورقوا عليها. كنبقى ندورها بحال هكا حتى كتاخذ داك اللون الذهبي وتحمر كلها كيف ما كتشوفوا. غادي نزولها ونعاود ندير وحده اخرى ونكمل بنفس الطريقه. فهنا كيف ما كتشوفوا هذا هو البوشيار ديالي من بعد ما وجد. كيجي خزان ورطيطب ومقطن كيجي بحال السفنج كيجي ممتاز جدا كيف ما كتشوفوا. كنقدمه بالزبده والعسل. نحل لكم تشوفوا كيفاش كيجي. كيجي غزال بزاف ورائع كيف ما كتشوفوا. كيف ما تيبان لكم هاكا كيجي مسفنج بحال
بحال السفنج كيجي ممتاز. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم وتناسب الاحسان ديالكم، وما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو الا عجبتكم، ونتلاقى في لا فيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.